بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنفسر مع بعض رمز جديد وهو رمز العسل. هنشوف العسل بشكل عام في المنام ايه معناه، كمان هنفسره للعتباء، للرجل، للمتزوجة، وكمان للمرأة الحامل. بشكل عام العسل في المنام من الرموز اللي بتدل، اولا لو شاف الشخص ان هو بيشتري عسل فدي من الرموز اللي بتدل على خلاص من مشاكل، من هموم، من أمور كانت صعبة في حياته أو عقبات كان بيمر بيها في الفترة الأخيرة. كمان رؤية العسل في المنام من الرموز، لو شاف لو الرائي مش متزوج وشاف إن هو بيتناول عسل فدي من الرموز اللي بتدل على ذلك في القريب. كمان بيدل على لو كانت الرائي متزوج سواء رجل أو امرأة فبيدل على استقرار في حياته وبيدل على سعادة في حياتها الزوجية. رؤية العسل بكمية كبيرة، لو الشخص شاف العسل بكمية كبيرة فده معناه حصوله على ثروة كبيرة. كمان بيدل على تحقيق شيء هو بيسعى ليه أو بيتمناه. كمان العسل لو شاف مثلا ان العسل فيه اي عيب، مثلا في حشرات او في اي عيب في العسل فده بيدل على ان الشخص ده هيحصل على رزق، ولكن الرزق ده يمكن بعد تعب، بعد مشاكل، بعد هموم كتير، عقبال ما هيحصل على الرزق ده. كمان تناول العسل في المنام مع شخص مثلا في بين الرأي وبينه خصومة مثلا، فشاف ان هما الاتنين بياكلوا مع بعض عسل او هو بيهدي عسل فده معناه زوال للخصومة او تخلص من المشاكل اللي بينهم. كمان العسل من الرموز اللي بتدل على الاخلاق كمان او على الطباع الطيبة. كمان اهداء العسل في المنام بنشوف شخص انه بيهدينا عسل فدي تقوية للعلاقة بين الرأي وبين الشخص ده. كمان كمية اللي يشوف الشخص ان يعني كمية كبيرة من العسل، ان هو مثلا اشترى كمية كبيرة من العسل فده لو كان عليه ديون او كان بيمر بأزمة مالية فمعنى كده ان هو هيتخطى الأزمة دي وكمان هيسد كل الديون اللي عليه. رؤية العسل للمرأة المتزوجة، لو شافت عسل في المنام فده معناه استقرار في حياتها الزوجية، كمان بيدل على راحة في حياتها، ولو كان في خلافات أو مشاكل أو خصومة فمعناه إن شاء الله زوال للخصومة دي. تناول العسل كمان في المنام للمرأة المتزوجة دي من الرموز اللي بتدل على رزق، ورزق كبير جدا هتحصل عليه. لو شافت ان زوجها هو اللي بيديها العسل فده مال يعني هيكون مال او رزق هيكون خاص بيها لوحدها، يعني مش هيكون بعيد عن زوجها، يعني الرزق هيجي ليها هي. كمان من الرموز اللي بتدل على حمل، لو شافت ان زوجها هو اللي بيديها العسل فدي من الرموز اللي بتدل على حمل ليها. رؤية الفتاة العزباء ان هي بتتناول عسل، اولا دي بتدل على سعادة في حياتها في حياتها بشكل عام. كمان تحقيق شيء هي بتتمناه او بتسعى ليه في حياتها. كمان تناول العسل لو كان طعمه حلو مفيهوش اي عيب فمن الرموز اللي بتدل على زواج، زواج قريب. كمان رؤية العسل للمرأة الحامل، لو شافت المرأة الحامل ان هي بتحصل على عسل فدي من الرموز اللي بتدل على تحقيق شيء هي بتتمناه سواء أمنية أو طموح أو هدف معين هي كانت نفسها إن هي توصل له. كمان من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة ميسرة، كمان قدوم المولود بصحة،
كمان بشارة ليها بولد صالح هيكون بار. كمان من الرموز لو شافت ان هي يعني بتتناول عسل، فدي زي ما قلنا بتدل على تخلص من تعب، من ارهاق او مشاكل صحية يمكن هتواجهها في فترة الحمل، فكل ده هينتهي. كمان بشارة ليها بولادة ميسرة، وكمان بمولود بصحة كويسة أو بصحة جيدة. رؤية العسل للرجل، لو شاف عسل فدي إن هو بيتناول عسل، فدي من الرموز اللي بتدل على بركة في حياته، وكمان على إن هو هينول أو هيحصل على رزق، هيحصل على مال ومال حلال. كمان العسل من الرموز اللي بتدل على شفاء لو كان الشخص مريض، فبيدل على شفائه. تناول العسل كمان في المنام من الرموز اللي بتدل على علم، هو هينتفع بيه الرأي. كمان العسل معناه زيادة في الخير والزيادة في الأرباح لو كان تاجر، والزيادة دي أو نيل أو حصوله على أموال غير متوقعة أو أرباح غير متوقعة لو كان هو تاجر. كمان لو كان الراعي غير متزوج وشاف، أو الرجل غير متزوج وشاف إن هو بيتناول عسل والعسل حلو، فده من الرموز اللي بتدل على قرب زواجه. كمان العسل في المنام بشكل عام سواء للرجل أو للمرأة بيدل على أخبار سعيدة، كمان بتدل على نجاح، على تحقيق شيء الرأي بيتمناه أو بيرغب فيه. تناول العسل لما الشخص يشوف إن هو بياكل عسل، فده مال، حصول الشخص على مال أو على رزق. كمان لو كان مريض فبشارة ليه بالشفاء. كمان للفتاة العزباء بشارة ليها بالخطوبة أو الارتباط، سواء رجل أو امرأة غير متزوجين وشاف إن هو بيتناول أو بياكل عسل، فده زواج ليهم. رؤية العسل كمان من الرموز اللي بتدل على أخلاق، يعني بتدل على طباع حسن، بتدل على سعة في العيشة أو في المعيشة، على مكاسب مالية، ممكن تكون المكاسب دي من ميراث أو مكاسب من أرباح غير متوقعة، يعني هو مش متوقع إن هو يحصل على المال ده أو على الرزق ده. كمان للمرأة المتزوجة لو شافت إن هي بتتناول عسل، فده استقرار ومناسبة سعيدة ليها. رؤية العسل للمرأة المطلقة، أولا لو شافت عسل فدي من الرموز كمان اللي بتدل على خلاصها من مشاكل أو من خلافات مع طليقها. كمان لو شافت إن هي بتتناول عسل فدي من الرموز اللي بتدل اولا على اخبار سعيده هي هتحصل عليها، كمان على اموال هتجيلها او هتحصل عليها، كمان على رزق. كمان تناول العسل لو كانت هي يعني ظروفها تسمح بالارتباط، فبشاره ليها بالارتباط مره تانية. كمان بشاره ليها بخلاص من خلافات او من هموم او من مشاكل لو شافت هي بتشتري عسل. لو كانت مريضة فمن الرموز اللي بتدل على قرب الشفاء. ده كده اهم الرموز او اهم الرؤى المتعلقة بتناول العسل. فسرناه بشكل عام، كمان فسرناه للعزباء، للرجل، للمتزوجة، للحامل، كمان للمرأة المطلقة. اولا يعني باختصار ان العسل من الرموز اللي بتكون محمودة جدا، بس يمكن لو شفناه بس ان هو فيه طعمه مش حلو او فيه حشرات، في الحالة دي بتكون يمكن يكون مال او رزق هيجي شوية بصعوبة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.